وللحديث أكثر عن الحملة الإغاثية التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالعراق بالتعاون مع منظمة أم القرى في منطقة العنقور بالحبانية شرقي الرمادي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية دكتور، ما تفاصيل الحملة الإغاثية التي أطلقتموها بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في منطقة العنقور بالحبانية شرقي الرمادي؟ شكرا جزيلا. بالحقيقة هذه المبادرة جاءت من المنظمة أم القرى والتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بعد تلبية بعد النداء الذي والمناشدة التي وصلت إلى المنظمة والقسم الإغاثي في تلبية دعوة أهالي المنطقة بسبب معاناتهم الكبيرة من نقص المياه الشرب، حيث كما ذكر في التقرير هناك يعني تعطلت المحطة الرئيسية في هذه المنطقة منذ عامين، ومعاناة مستمرة للأهالي في الوصول إلى مياه الشرب النقية، حيث يقطن هذه المدينة تقريبا أكثر من 600 عائلة، يعني 5000 ما يزيد على 5000 نسمة وفرد موجود في هذه المنطقة، هذه القرية على ضفاف بحيرة الحبانية. فلا سيما في فصل الصيف ازدادت معاناتهم كثيرا، فالحمد لله استطاعت المنظمة وبجهود الخيرين والمحسنين وبالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين من تهيئة هذه الحملة وتأمين 65 محطة منزلية، حيث يشترك في المحطة الواحدة أكثر من عائلة، أكثر من منزل، فتغطي تقريبا 200 عائلة في ضمن هذه القرية وهذا المجمع السكني في هذه المنطقة. يعني دكتور يعطيكم العافية، يبدو لافتا أن هذه الحملة التي شملت توزيع أجهزة تنقية المياه هي حملة نوعية في الحقيقة، واستهدفت موضوعا مهما هو تنقية المياه حتى تكون صالحة للشرب والاستخدام الآدمي. ما الذي دفعكم إلى يعني الاتجاه إلى هذا النوع من المشاريع؟ الحقيقة هي الحاجة هي التي دفعتنا إلى ذلك، ومناشدة الناس والأهالي وبعد يعني الاطلاع على أحوال هذه المدينة، وكانت لدينا يعني تواصل مع هذه المنطقة، هذه القرية النائية تبعد تقريبا 45 كيلومتر عن المدن، كانت هناك حملات سابقة لدينا، فلدينا يعني معرفة وخطة مسح للقرى النائية بالإضافة إلى مخيمات النزوح في الدرجة الأولى، فوقفنا على هذه المشكلة المستدامة عند هذه أهالي هذه القرية من عدم وصول مياه الشرب ومعاناتهم كبيرة، فالحمد لله استطعنا أن نؤمن هذه المحطات على أمل أن نستطيع أن نكمل عدد أكبر. الحقيقة يعني هم ما زالت مناشداتهم مستمرة بأنه يصير هناك في كل منزل محطة يعني مستقلة بحيث تكفي هذه العائلات، كل عائلة لا يقل عدد أفرادها عن 7 أو 8 أشخاص، يعني ففي فصل الصيف تزداد بطبيعه الحال الحاجه الى مياه الشرب، فهم بحاجه الى مسانده والى دعم، وطبعا هنا هذا دعوه لكل المنظمات والمحسنين ان يتوجهوا ويحذو حذو منظمه القرى والقسم الإغاثي في هيئه علماء المسلمين بان هل سيكون هناك دكتور هذه الحاجه مياه الشرب هذه المنزل. هل سيكون هناك مخطط لاستهداف مناطق اخرى بحملات مثل من هذا النوع؟ بالتأكيد يعني لدينا أولويات ولدينا برامج، ولكن يعني المناشدات هناك عاجلة وطارئة، نعم. مثال هذه الحملة تكون لها أولوية، ولكن طبعا نحن لدينا برامج مستمرة وثابتة منتظمة، وإن شاء الله يعني نتمكن من مساعدة المحتاجين في هذه المناطق على أفضل ما على أفضل وجه. كيف بدأ تفاعل الأهالي في تلك القرية مع هذه الحملة؟ الحقيقة كانت تفاعلهم كبيرا يعني، وكانت فرحتهم كبيرة لأنهم كما قلت منطقة نائية جدا وقليل من يصل إلى هذه القرية، فيعني كانت التفاتة طيبة يعني لهؤلاء
وفرحتهم غامرة بهذه، شاهدناها على وجوه الأطفال والنساء الموجودين في هذه القرية، يعني بيوت يعني متواضعة جدا، وهم من مبتهنين حرفة صيد السمك، دخلهم محدود جدا، ويعانون أيضا يعني بسبب انخفاض منسوب المياه، يعني وضعهم الإنساني صعب بالحقيقة، فكانت هذه سدت يعني حاجة كبيرة لديهم في هذا الجانب. أشكرك جزيلا الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي المنسق العام لمنظمة أم القرى.